طبعا لو احنا بنتكلم بقى على ان احنا عايزين نعمل كلر كودينج مثلا في برينتد كلرز، لو انا دلوقتي عاوز ان انا اعمل مثلا بروشور او اعمل ليبل او اعمل مثلا يعني اي حاجه في الاخر هتطبع، اوكي، وعايز الناس تميز الالوان بينها بشكل واضح، اوكي، سواء مثلا كان كود مثلا او تيبل مثلا بتاع حسابات او حاجات زي كده بتتحط في المستشفى، او مثلا جايد للاستعمال مثلا لحاجه زي كده. الحقيقه يعني بيبقى في عندنا حاجه اسمها المونث كلر سيستم، ده بيقول لنا لو احنا عندنا عدد معين من الالوان انهي احسن الالوان نستعملها. هو يعني لو احنا عندنا 8 كلر كود بيبقى مثلا احسن الوان كذا، لو احنا عندنا 7 بيبقى احسن الوان كذا، وهكذا لغايه 4. اوكي، دي مهمه جدا. ليه؟ لان احنا ممكن ان احنا اختيار الالوان نفسه في حد ذاته يبقى فيه مشكله. يعني ان انا عايز انقي 8 الوان مثلا، 8 الوان دول عايزهم يبقوا بعاد عن بعض على قد ما اقدر بحيث ان الديسكريميشن بينهم يبقى احسن ما يمكن. فهنا ده الحقيقه بيديني الكلام ده، المعلومه دي بيديها لي على طول، ودي طبعا معموله بكود معين. الكود ده يعني كود بتاع كلر محدد، وممكن احنا الكلر المحدد ده نقدر ان احنا نعرف بالظبط ان هو ايه الفاليو بتاعته بتساوي كام بالظبط، ان هو نقدر ان احنا نعمل له ريبرودكشن بشكل دقيق. يعني طبعا ممكن برضه نتكلم على الكالرد لايت. يعني كالرد لايت ده لو انا مثلا عندي في الجهاز بتاعي عندي مثلا ليد بتنور بتدي انديكيشن لحاجه معينه، فالنقطه لازم نبقى عارفين برضه ايه اللي ممكن يستعمله كالوان في حاجه زي كده. فلو بتكلم على اسهل حاجات، طبعا الاخضر والاحمر الحقيقه اكتر حاجات الناس بتقدر تميزها بشكل واضح. يعني طبعا احنا موضوع ان اشاره المرور بيبقى فيها احمر واخضر جاي اساسا من كده، اساسا مش جاي على اساس ان احنا الناس بتشوف اشاره المرور، فعشان كده بتبقى بالنسبه لها لو شافت الكلام ده في جهاز يبقى برضو كويس. لا، ده هو اصلا اتعمل اشاره المرور بالالوان دي عشان هي اكتر الوان نقدر ان احنا نعملها ريكوجنيشن. نفس الكلام لو احنا عايزين نزود الالوان بتاعتنا تبقى 3 الوان، بيبقى احسن 3 الوان يبقى ريد وجرين ومعاهم الوايت، يعني يبقى في وايت كلر معاهم. لو انا بتكلم على ان انا برضو اسهل حاجه، يعني برضو يعني لو انا بتكلم على اسهل حاجه برضو من الحاجات اللي بستعمل وايت لايت، برضو بيبقى سهل جدا ان انا ريكوجنايز الوايت لايت. ديفيكولت لو انا بتكلم على الصعوبه بقى في الكلر ديسكريميشن، يعني بتكلم على اليالو او الاورنج ده ليست ريكوجنايز، يعني بتكلم على اصعب حاجه يعني ان احنا نتعرف عليها هي اليالو والاورنج. ولو احنا بنتكلم على البلو والجرين، اوكي، نفس الكلام برضو بيبقوا فيري ديفيكالت تو ديفرنشيت فار اواي. اوكي، لو بتكلم على اليلو والوايت والاورنج، والحقيقه لو انت حطيتهم الاثنين جنب بعض، اوكي، وشفتهم من مسافه بعيده هلاقي ان هم كلهم شبه بعض بالظبط، كلهم مش هنقدر نميز بينهم على بعد 10 فيت 10 اقدام. فدي طبعا بنتكلم على الحاجات الديفيكالت والموست ديفيكالت دي او مور ديفيكالت دي، نحاول نتجنبها علشان ما يبقاش عندنا في مشكله في الايه، في ان انا لو ببص على الجهاز من مسافه ما اقدرش نميز هو اللامب دي بتعني ايه بالظبط. لو انا عندي ايرور لامب مثلا معينه لازم ان انا ابص عليها من بعيد اقدر اميز بالظبط هي بتميز ايه. لما نيجي برضو نختار كلر كودينج علشان نكتب بيها تكست، يبقى في عندي مسج معينه تطلع، ازاي ان انا اطلعها بشكل يكون واضح عشان اقدر ان انا اشوفه وعشان اقدر ان انا اقراه. ليجيبيليتي معناها ان انا اقدر اقراه، فيزيبيليتي معناها ان انا اقدر اشوفه من مسافه بعيده واقدر اميزه. فالاحسن حاجات هي البلاك اون وايت وبلاك اون يلو، وممكن جرين اون وايت اور ريد اون وايت اور وايت اون بلو. الكلام ده برضه ستيل اوكي وواضح، واضح بيبقى فعلا بالنسبه لليوزر بيبقى مريح وبيبقى يقدر ان هو يقراه بسهوله. اوكي، لو انا عملت كومبينيشنز بقى من البيور ريد والجرين او الريد والبلو، يعني سواء كان ده يعني اخضر على احمر او احمر على اخضر او العكس بالنسبه لنفس الكلام بالنسبه للازرق والاحمر، الحقيقه بيبقى فيه صعوبه ان احنا نقراه. وده ممكن نجربه الحقيقه بمنتهى البساطه ان احنا نعمل على باوربوينت نحط الباك جراوند تبقى واحده من الالوان دي ونكتب باللون التاني، يعني لون احمر مثلا على اخضر او اخضر على ازرق، ونشوف الكلام ده بيبان لنا عامل ازاي. هنلاقي ان فعلا في صعوبه ان هو يتعمل. طبعا الحاجات دي احنا ممكن اكشولي لو واحد بيعمل برزنتيشن، مش بتكلم بقى على ان هو بيعمل جهاز بتاع اجهزه طبيه، او بيعمل مثلا حاجه زي ليبل مثلا هيتعلق في مستشفى او حاجه زي كده، او بيعمل اعلان عن حاجه، يستحسن ان هو يشتغل في الالوان دي، ما يشتغلش في الالوان دي، لان هو الحاجات اللي هي اللي تحت دي بيبقى فيها صعوبه انها تتقري. لو انا عايز الحاجه تبقى واضحه والناس تبص عليها بتحس انها تقدر تقراها بسهوله، يبقى معنى كده ان انا لازم اخد كومبينيشنز بالايه من الحاجات اللي هي مكتوبه في الاول دي. نفس الكلام بالظبط، visibility of colors under typical lighting conditions. لو انا بتكلم على ان بستعمل الاصفر ده ممكن ان هو يبقى الموست luminous and visible،
يعني لو انا بتكلم على التيبيكال لايتنج كونديشنز، لو بتكلم على الاورنج والريد اورنج ده بيديني الماكسيمم اتنشن فاليو، يعني بمعنى ان انا باخد بالي منه اكتر من اي حاجه تانية. البلو الحقيقه عاده في حاجه زي كده بيبقى likely to be out of focus and indistinct، يعني عاده ما بستحسنش ان انا استعمل البلو في حاجه زي كده لما يكون عندي typical lighting conditions لوحده كده، على اساس ان هو ممكن يبقى فيه مشكله ان هو يبقى ايه، يعني ما بيبقاش هو احسن حاجه ممكن ان انا اشوف بيها. طبعا دي حاجه جايه لي اساسا من ان الرودز والكونز الموجوده عندنا، لان بيسكلي بتكلم على الجزء بتاع التيبيكال لايتنج كونديشنز اللي هو اللايت بيبقى عالي شويه، بيبقى رايح ناحيه الجرين اكتر من ناحيه البلو. يعني بيسكلي بتكلم على الحاجات اللي هي في الرود فيجن بقى اللي هو الدارك ادابتد اي، بتبقى رايح ناحيه البلو. فلما بتكلم على التيبيكال لايتنج كونديشنز ببقى اكشوالي السنسيتيفيتي بتاعتي ما بتبقاش عاليه عند البلو بلو لايت. فبيسكلي بتكلم على عموما الريد اون بلو اور بلو اون ريد شود بي افويدد بيكوز ايتش فوكسز ديفرنتلي اون ذا ريتينا. يعني بتكلم على ان احنا عندنا كل واحده فيهم دي واحده وان اند اوف ذا سبيكترم، واحده اون ذا اذر اند. فالمشكله في حاجه زي كده ان بيحصل لنا حاجه اسمها يعني حاجه من الكروماتيك حاجه زي كروماتيك ابريشن كده ممكن تحصل. فبيسكلي بتخلي لنا الاثنين على بعض بيحصل لهم مشكله، كل واحده فيهم بتفوكس بشكل مختلف على الاي، ونتيجة لكده بيحصل لنا في الآخر مشكلة إن الحاجة اللي احنا بنحاول نقراها دي ما تبقاش واضحة. لو بتكلم على visibility under low or lighting conditions، يعني بتكلم بقى بدل ما كنت بتكلم على التيبيكال اللي هي lighting conditions هي اللي تعتبر لحد ما high lighting conditions، بتكلم على low lighting conditions، بتكلم على الريد والأورنج بيبقوا very difficultly or poorly visible. اوكي، يعني نتيجه ان احنا زي ما بنقول كده احنا بنموف بقى من الدايركشن بتاع الريد والاورنج نموف ناحيه البلو اكتر شويه. هنلاقي ان البلو والجرين واليلو are good color choices because they are equally visible under both low and higher light conditions. يعني بتكلم حاجات اللي في النص اللي هي الالوان اللي في النص زي الالوان اللي في الجنب حتى ممكن احنا نشوفها بشكل برضو الى حد ما مش بطال في الايه في الاثنين. ولو بتكلم على الـ في اللو لايتنج كونديشنز اكشوالي بنلاقي البلو والسيان، اوكي يعني الازرق والسماوي، بنلاقي هما الاثنين اكتر لونين بيبقوا فيزيبل، واكتر اثنين بيبقوا ايه بيبقوا واضحين بالنسبه لنا. طبعا ده جاي من الكالر شيفت في الكالر سنسيتيفيتي توارد ذا بلو، عشان احنا بنتكلم دلوقتي عن ان احنا نقلنا من الكون فيجن لان الرود فيجن.